كل مباراة تقام على أرض الاتحاد عم نختار الاتحاد هو جمهور المرحلة، والاتحاد هو من يتصدر ب 16 نقطة، متقدم بنقطتين على ضمك، على ضمك تصور، ثم النصر والهلال مركز، يعني ضمك سابق النصر والهلال والرائد والفيحاء والفتح والشباب، الشباب مركز ثامن والرائد والفيحاء والفتح قدامه، الفيصلي حزم طائي اتفاق اتفاق مركز 12، بعدين بجينا الباطن، الأهلي مركز 14 خمس نقاط قبل أبها بنقطة، والتعاون بثلاث نقاط. دكتور نبدأ معك، الرابح الأكبر الاتحاد 100% حقيقة. أنا أعتقد يعني برأيي كان هو وضمك، لكن لأنه أخذته مدرب ضمك كأحسن مدرب، لكن الاتحاد 100%. يعني إحنا نتكلم على شو اللي تغير عليه دكتور؟ نوعية اللاعبين الآن موجودين به حقيقة، يعني تجي على الدفاع، يعني المصري يعني حجازي نعم. يؤدي يسجل يدافع نعم. وما شاء الله ويقود نعم. هو شنو عندك جروهي حجازي كريم الأحمدي كونرادو خلاص انتهت يعني طيب. نوعية اللاعبين موجودين طيب. يعني يطوق في شيء 100% طيب. عيسى اخترنا الخاسر الأكبر التعاون، صرنا مختارينه بالتأكيد أبو كرم بالتأكيد، لأنه أيضا حتى الفائز عليه هو كان بينهم اللي هو سلم من الدرجة، يعني لو فاز التعاون كان صار فوق الطائي، الطائي فاز صار أصبح فوق التعاون، لأن الفريق اللي بيلعب معه أيضا كان هي ثلاث نقاط بنسبة كما يقولون في المصطلح الصحفي ست نقاط، نعم خاسر الأكبر. دكتور اخترنا كريزيمير ريزيتش مدرب ضمك هو مدرب المرحلة، يعني أنت لما ضمك تشوف وين ترتيبه، ترتيبه الثاني 14 نقطة، وبالتالي أنا أصور يعني ما كنا نفكر ابدا، ما حد يفكر انه ضمك يكون ترى هاي الجوله السابعه يعني مش واحده تنتين، مو واحده وثنتين تقول والله هو بعد، لا الجوله السابعه، وبالتالي الان في خضمه المنافسه. انا اتصور مدرب على مستوى عالي جدا وقدر يوصل فريق لمرحله، عجبتني في خضم بالضبط. شفت يا عيسى في خضم يا رئيس تحرير، انت شفت خضم شفت بقول لك في خضمي هذه ال عادي يعني من الدكتور عادي جدا عنده أكثر من لاحظ نبيل حاول جهده ما يحط صورتك بالمرة، أخر فيها عشان ما يحط صورتك. اسمع الدكتور عنده أكثر من هالمفردة. طيب اسمع اخترنا رجل المرحلة تاليسكا البرازيلي مهاجم النصر بدون شك أبو كرم، لاعب يرجح كفة فريق، لاعب عنده حلول فردية، لاعب هو من افضل، انا من وجهه نظري من افضل اللاعبين اللي يسددون خارج المنطقه سواء في الكره الثابته او المتحركه، لاعب متكامل. على اعتبارك هلالي تتمناه بالهلال؟ هو مكسب للدوري السعودي سواء كان في النصر او الهلال او الاتحاد. سالناك سؤال محدد، تتمناه بالهلال نعم ام لا؟ لا، ايضا الهلال عندهم اجانب فيهم الخير والبركه.